ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بكم. أيام معدودة على إعلان الرئيس الأمريكي موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، كيف ترى موقف النظام في إيران مع اقتراب هذا القرار؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا النظام الإيراني بدأ يتخبط في التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية التصعيدية باتجاه النظام الإيراني، وتحديدا فيما يتعلق بالملف النووي. نعلم أن ملف النووي أو الاتفاق النووي هو اتفاق مفتوح لجميع الذين أو الدول التي شاركت في هذا الاتفاق، وبإمكانها الانسحاب، لكنه إيران التزمت بالتزامات وتعهدات معينة يخص ملفها النووي ليكون سلميا، وأي تصعيد بهذا الجانب يساعد الإدارة الأمريكية، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية تبحث عن تصعيد إيراني حتى ترد على الصاع صاعين، وفي نهاية المطاف الإدارة الأمريكية تريد تحجم الدور الإيراني في الإقليم، وتقول أن إيران دولة متمردة مارقة وتنتهك الاتفاقات النووية. من هذا المنطلق النظام الإيراني حتى اللحظة لم يستطع من تبني سياسة مؤثرة أو استراتيجية مؤثرة اتجاه ما تفعله الإدارة الأمريكية من تصعيدات متواصلة. وأيضا البيت الأوروبي التي كانت إيران تراهن عليه بشكل كبير لم يكن موحدا في مجابهة سياسة الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي. هناك توجه لدى فرنسا، توجه آخر لدى بريطانيا، وتوجه ثالث لدى ألمانيا. فمن هذا المنطلق إيران الآن تتجه إلى حرب، أو خلنا نقول منافسة أو شبه صراع محتدم ما بين أجنحتها الداخلية في التعاطي مع سياسة الإدارة الأمريكية. هناك من يقول يجب التصعيد، وجهة أخرى مثل روحاني تقول أنه التصعيد ليس خيارا جيدا وسيساعد الإدارة الأمريكية. ولكنه أيضا ولكن الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد يعني بالرد، يعني هدد في حال أنه انتهك الاتفاق النووي فإن إيران سترد. يعني ماذا تملك إيران للرد على أمريكا؟ ما تملكه إيران قضايا محددة يتعلق بإعادة تخصيب اليورانيوم المتوقف، وهذا ما يؤكد عليه ترامب بأنه هذه هي ضرورة لتعديل الاتفاق النووي، بمعنى أنه إيران إذا أعادت تخصيب اليورانيوم ستؤكد ما يقوله ترامب حول إشكالية الاتفاق النووي، أنه الاتفاق النووي هو اتفاق يحتاج تعديل وأكثر صرامة. وهذه النقطة التي تعرقل خطوات إيران التصعيدية. أما بالنسبة للرئيس روحاني، أصلا روحاني جاء لسدة الحكم من أجل الاتفاق النووي، وإذا انهار الاتفاق النووي سيتم إزاحته من المشهد الداخلي. والآن طيب مرشد الأعلى والحرس الدولي يعملان على الإطاحة بحكومة روحاني. نعم أستاذ محمد المدحشي، في حال لو نفذت إيران تهديدها فعلا بتخصيب اليورانيوم كما ذكرتم بنسبة 20%، يعني هل يمكن ذلك أن يفقدها أوروبا التي تعارض قرار أمريكا الخروج من الاتفاق النووي؟ طبعا الاتحاد الأوروبي لا يستطيع وليس لديه خيارات كافية للتعاطي مع الحالة الراهنة التي يمر بها الاتفاق النووي، وإيران تراهن على الدور الأوروبي، تحديدا دور ألمانيا التي تعتبر الداعم الرئيسي لإيران منذ مجيء 1979. ألمانيا دوما عملت ولا يزال على دعم إيران، ومن هذا المنطلق إيران لا تستطيع التصعيد. هذه نقطة واضحة، جميع المحللين، الإدارة الأمريكية، الجميع يروا ذلك، أنه خيارات إيران في التصعيد خيارات ضيقة جدا، وإذا صعدت هو ما يريده ترامب، وسيرغم الجانب الأوروبي وسيوحد البيت الغربي ضد إيران كله، حتى ألمانيا تفقد الأوراق الضغط ضد الإدارة الأمريكية. فالتهديدات إيران تبقى مجرد تهديدات كلامية، وإذا إيران ذهبت باتجاه التصعيد بمعنى تخصيب اليورانيوم أو ما شابه ذلك، فهذا يصب في صالح الإدارة الأمريكية،
خاصة الصغور الذين بدأوا يصعدون تدريجيا في البيت الأبيض وباقي مؤسسات الحكومة الأمريكية. فمن هذا المنطلق يعني نحن نتوقع أن الخيارات الإيرانية ضيقة جدا. ولا ننسى نقطة هامة جدا، وهي أنه التصعيد في البيت الداخلي الإيراني مستمر، ولا يزال لم يتم التغطية الجيدة على هذا التصعيد والتحضير للمجيء بقاسم سليماني رئيسا للبلاد، واستيضاح واستجواب روحاني بحجة سوء إدارته في الملف الاقتصادي. طيب. والآن من ناحية البرلمان أخرى يعمل على ذلك. أستاذ محمد، يعني الاحتجاجات داخل إيران إلى أي مدى تتوقع أن توظف هذه الاحتجاجات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تخفي سياستها في دعم هذه الاحتجاجات لاحقا وليس الآن، لأنه لا توجد، لا يزال نحن لم نلمس دعم أو خلنا نقول سياسة واضحة أمريكية بهذا الاتجاه. وسبب ذلك هو عدم وحدة أو عدم وجود وجهة نظر مشتركة في الإدارة الأمريكية. هناك من يؤيد إيران لا يزال بقوة، جماعة جون كيري وأوباما والديمقراطيين بقوة يؤيدون إيران ويقولون يجب إعطاء التفوق في الإقليم، في المقابل جماعة ترامب يقولون يجب تحجيم إيران والتركيز على الحلفاء العرب خاصة المملكة العربية السعودية. فمن هذا المنطلق البيت الأمريكي منقسم، ونحن لا يمكننا أن نعول على أن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تذهب بقوة للضغط على إيران، لكنه المتوقع هو إعادة العقوبات، تفعيل العقوبات التي تم تعليقها بفعل الاتفاق النووي من جديد على إيران، وتدريجيا سيتم فرض عقوبات جديدة أخرى على إيران. وهذا طبعا ما سيؤثر على المزيد تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. على سبيل المثال خلال يومين أمس واليوم سعر الريال صرف الدولار في إيران قفز بنسبة 20%، يعني قيمة العملة الإيرانية سقطت 20% خلال 24 ساعة. فأي ضغوط اقتصادية أخرى ستزيد من هذا الانهيار. وعلى سبيل المثال أحد برلمانيين الإيرانيين قال أنه يتوقعون خلال الأشهر القادمة سعر صرف الدولار في إيران سيصل إلى 120 ألف ريال إيراني، يعني ضعفي الحالة الآن فيها. اليوم الدولار هو 61 ألف ريال إيراني كل دولار في إيران، وسيتضاعف ذلك خلال الأشهر القادمة إذا الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران. ونعلم أنه الاقتصاد الإيراني حسب تصريحات الحكومة الإيرانية يعتمد ما لا يقل على 70% على الإيرادات النفطية، والإيرادات النفطية هي كلها في الدولار. 90% أكثر من 90% من إيرادات إيران النفطية يتم صرفها بالدولار، فهذا يؤثر مباشرة على سعر الخدمات والسلع في إيران، ما سيزيد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي، شكرا لك.